عندما يقول الفقهاء يجب أن تجهر في صلاتك الفلانية، فيقصدون خصوص قراءة سورة الحمد والسورة التي تليها. بالنسبة للرجل، صلاة الظهر وصلاة العصر قراءة الحمد والسورة تكون فيها إخفاتية. بالنسبة لصلاة الفجر أو الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء فقراءة الحمد والسورة تكون فيها جهرية بالنسبة للرجل. أما المرأة بالنسبة لها صلاة الظهر والعصر إخفاتية، وصلاة الفجر والمغرب والعشاء تكون مخيرة ما بين الجهر والإخفات. طيب، ماذا عن ذكر الركوع، السجود، التشهد؟ سمع الله لمن حمده، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، بحول الله وقوتي أقوم وأقعد، حتى تكبيرة الإحرام. الرجل والمرأة مخيران في كل الصلوات بين الجهر والإخفات. في الركعة الثالثة أثناء القيام أو في الركعة الرابعة أثناء القيام نأتي نحن بالتسبيحات، وبديل عن التسبيحات يمكننا أن نأتي بسورة الفاتحة. ما حكمها؟ دائما للرجل والمرأة الحكم هو الإخفات في كل الصلوات. الآن شخص وقف يصلي المغرب، وبدلا من أن يجهر هذا الرجل بقراءة الحمد والسورة أخفت فيهما إلى أن انتهى، هل يجب أن يعيد؟ لا، مو واجب. عليه سجود السهو؟ لا، مو واجب أن يسجد سجدتي السهو. طيب، لو في الأثناء انتبه قرأ نصف سورة الفاتحة إخفاتا والمفروض تكون جاهرا، ثم انتبه، هل يعيد من البداية؟ لا يجب عليه أن يعيد من البداية. وهكذا بالعكس، لو أن الصلاة كانت إخفاتية وهو قد جهر بالقراءة أيضا نفس الشيء، يكمل ولا شيء عليه.